اي وا سي تيجيني واش نفكرك بالايام الكحله نهار اللي كنت تحتاها؟ نفكرك بالايام الكحله اللي كنت ظن جيت الاندلس نهار اللي كان الكرش عاد خاويه ولا الانسان غير يشبع يولي خدام مع حركات اخرين ماسونيه ولا هذه اللي تحرش على سي زكريا بو خلال ياك هذا كان عبد الله واللي كان يلعب معهم مسلمين علاش ما علقتش على ميسي؟ ميسي شنو دار؟ ها الا بغيت انت دير لاكروا ديال ولا ما عجبتكش لاكروا ديالهم دير لاكروا نتاع جافيل ولا ما عجبكش كاع هاد الدين هذا نتاع سيدنا سيدنا عيسى تدخل له بلا خبر وبلا خبر سيدنا عيسى يمكن لك تمشي لحائط المبكى عاود تبقى تنطح معاهم ياك البارح احترمناك على كيقول لهم ان قلت لك طوطو كاع ناض طوطو اليوم البارح كنت تيجيني واليوم واش بغيت توصل في الساعه درت تي جي في ما لقيت فاش باش دير البيز درتو على زكريا بوخلال زكريا راه عبد الله واللي كانوا معاه مسلمين علاش ما هضرتش على ميسي مين دار ها هو ها هو علاش ما هضرتش على واحد اخر اللي شد الربيع وداروا عند فمو امونا الارض وريني تغنوا عليك بكري حاول السي حاول السي هما كانوا يغنيو عليك حنا ما عرفناك حتى كبرت بزلطه حشومه عليك اصاحبي واخا دير الاعتذار كتابي راه ما كافيش راه خصك دير الاعتذار الشفوي وتنزل هنا للمغرب وتستدعي توجه دعوه لزكريا بوخلال ودير حفل وتعتذر قدام الناس باي.